السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ كنتمنى من الله عز وجل تكونوا كاملين بخير وعلى خير وما ناقصكم خير باذن الله. من خلال هذا الفيديو الجديد غادي نتكلموا على الطفل هشام اللي اختفى على الانظار مده 12 يوم. هذه كنتمنى منكم انكم تبارطاجيو هذا الفيديو لانه مهم وبزاف وممكن انه يساعد في فك اللغز ديال الاختفاء ديال هذا الطفل هذا البريء اللي كيبلغ من العمر عام وتسعة اشهر. إذن 12 يوما مرت على غياب الطفل هشام عن منزله بدوار إعلن التابع للجماعة الترابية بوشفاعة بدائرة وادي مليل إقليم تازة. ومنذ تلك الفترة وبيت والده لم يهدأ، ساكنة الدوار أهلكهم البحث عنه وأفراد أسرته أعياهم الحزن، الكل يترقب عودته. فتبعت طرقات الباب في نفوسهم الأمل، ولكن سرعان ما ينكسر ذلك حينما تفتح الأبواب ويتبين أن الطارق ليس هشام ولا يحمل في نفسه معلومات تقودهم إليه. الطفل هشام يبلغ من العمر سنة وتسعة أشهر، اختفى قبل 12 يوما وتحديدا يوم 17 أكتوبر الجاري. كان يلعب مع أقرانه الصغار خلال مناسبة عائلية بذات الدوار. انتظرت والدته عودته لدقائق معدودة فلم يعد حتى طال وقت غيابه، وبدأ يتسرب الشك والقلق إلى قلبها، فأخبرت والده بما دار فخرج للبحث عنه. وسؤال الجيران وأفراد العائلة عن إذا ما كان أحد قد رآه. وبعد ساعات وحينما طالت فترة غيابه أكثر فأكثر، انقلب الدوار رأسا على عقب وبدأ الجميع يبحثون عنه في كل الاتجاهات ولكن دون جدوى. وحررت أسرة الطفل بلاغا باختفائه، وبدأ الدرك الملكي بوادي مليل في التحري عن مكان اختفاء الطفل، واستمعت لأقوال عدد كبير من الساكنة وشهود العيان لمعرفة آخر من شوهد الطفل معه قبل اختفائه، ولكن التحريات لم تقدم شيئا يقود إلى مكان اختفاء الطفل. وأسرة الطفل قدمت للدرك الملكي ونشطاء التواصل الاجتماعي أصحاب الصفحات الفيسبوكية والصحافة مواصفات تفصيلية للطفل وصورة شخصية للاستدلال بها على مكان اختفائه وطبيعة الملابس التي كان يرتديها. يذكر أن عائلة الطفل المختفي تواصلت مع جميع أفراد الأسرة ومعارفهم وأصدقائهم، كما بحثوا عنه في الدوار والمناطق المجاورة دون جدوى. إذن هذا هو الخبر أخوتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. الطفل هشام الذي توارى عن الأنظار يوم 17 أكتوبر خلال واحد الحفل ديال الزفاف بدوار يغلن بجماعة بوشفاعة، فحسب تصريحات ديال أب الطفل فهاد الأسرة كانت حاضرة لواحد العرس. هشام خلاوه كيلعب حدا الباب ديال الدار مع واحد المجموعة ديال الأطفال، يعني 10 ديال الأطفال اللي هما غير في التقدة ديالو. الاب يعني مشى عند الرجال جالس معاهم، الام ديالو مشات جالسه حدا العروسه، والطفل بقى كيلعب برا. وبعد ربع ساعه بالضبط الوليدات اللي كانوا كيلعبوا مع هشام مشاو عند الاب ديالو والام ديالو، قالوا ليها راه هشام راه ما بقاش بان، راه ما كاينش معانا. وهنا غتبدا رحله البحث. الاب بدا كيقلب في ارجاء المنزل، الام كذلك. مرت ثلاثه ديال السوايع ما بانش الاثر لهشام، فبداو كيخرجوا وبداو كيقلبوا في المناطق المجاوره للمنزل. وللاسف ان التضاريس ديال الدوار صعيبه وصعيبه بزاف، كاينه واحد الغابه حدا المنزل والتضاريس اللي هي صعيبة، كاين الحجار كاين الشوك كاين الشجر، يعني منطقة اللي هي غابوية وصعيب على الطفل في العمر ديالو انه يتمشى فيها ولا يقدر انه يمشي واحد المسافة اللي هي بعيدة. دازوا ساعات وساعات الطفل ما باليهش الاثار، وهنا الاسرة غادي توضع واحد الشكاية او بلاغ بالاختفاء ديالو، وغادي يعلموا الدرك الملكي اللي حل بواد إمليل من اجل التحري عن مكان اختفاء هذا الطفل. واول حاجة عملوها الدرك الملكي هو الاستماع لاقوال جميع الاشخاص اللي كانوا حاضرين في هذاك العرس. استمعوا لاقوال ديال الاب والام وكذلك الناس اللي كانوا حاضرين العرس، الساكنة ديال الدوار، يعني كل شي الناس سولوهم واش شفتوا
هشام مع من شفتوه آخر مرة، ولكن هاد الأبحاث ما وصلتش لشي النتيجة اللي هي مزيانة. واحد الطفل من بين الأطفال اللي كانوا كيلعبوا مع هشام قال لهم بأنه كان شافوا مع واحد الشخص كي يعني جروا من حدا الطنوبيل، ولكن هادشي كتبقى الهضرة ديال الأطفال يعني معلومة اللي هي شوية ما ماشي دقيقة. انتم عارفين أن الأطفال يعني ما ردينش البال، يعني ممكن أنه يتهيئ ليه ولا يتخيل ليه شي حاجة اللي ما عندها حتى شي أساس ديال الصحة. واليوم أخوتي بالضبط من بعد 12 يوم ديال البحث، فالدرك الملكي قام بحملات تمشيطية بجميع المناطق المجاورة للدوار، خصوصا هذه المنطقة الغابوية، قلبوها شبر بشبر، قلبوا كذلك الآبار، قلبوا هذوك المنازل اللي هي غير خربة مهجورة، قلبوا كل شيء، استعانوا كذلك بالكلاب المدربة من أجل البحث على هشام، وكذلك استعملوا طائرة الدرون باش يبحثوا في مناطق اللي هي أبعد، وكنتمنوا أن هذا الشيء يأتي بالنتيجة دياله ويبان هذا الطفل هذا ويكون بخير وعلى خير وما تكون به حتى شيء هذا، يا ربي آمين. هنا الوالدين ديال هشام فكيرجحوا فرضية الاختطاف، لأنه كما قلت لكم راه التضاريس ديال هاد المنطقة ولا الدوار اللي وقعت فيه هاد الاختفاء تضاريس اللي هي واعرة، الغابة فيها الشوك فيها الحجر فيها العواد فيها بزاف الأشياء، والطفل يلا عنده عام وتسع شهور يلا كيبدا كيتمشى شي شوية مزيان، يعني ما يقدرش يمشي واحد المسافة طويلة على رجلاته، هذا إلا ما هزو شي واحد وخطفوا أخوتي. ولكن للاسف ما كاين حتى شي شاهد، الاطفال اللي كانوا كيلعبوا معاه حتى هما صغار ما عارفين والو، ما فاهمين حتى شي حاجه، ما شافوا والو. الناس اللي هما كبار بعقلهم راه كانوا مدهيين مع العرس ومع العروسه، يعني حتى واحد ما شاف هشام اخر مره. فكنتمنوا يا ربي كنتمنوا انه يبانوا شي اخبار جديده تكون مزيانه على هذا الطفل، يرجع لوالديه، يرجع للحضن ديال الام ديالو اللي حالتها صعيبه وصعيبه بزاف، الاب حالته يرثى لها، يعني كل شيء الناس ديال الدوار راهم مساندين مع الاسره ودايرين يد في يد وكيساعدوا الدرك الملكي وكيبحثوا حتى هما في جميع المناطق المجاوره ولكن دون جدوى. الله يسمعهم خبر الخير يا ربي امين، ما بغيناش نتصدموا، ما بغيناش نسمعوا شي خبر خايبه، اطفال كثيره اللي اختفات وما بقاش بان ليها الاثار، كنا تكلمنا على بزاف ديال القصص المماثله، ولكن الطفل هشام كنتمنوا يا ربي يبان بخير وعلى خير وما تكون وقعت لي حتى شي حاجه صعيبه يا ربي امين. دعواتكم مع هشام وشاركوا في الهاشتاغ كلنا الطفل هشام باش يبان لوالديه في اقرب وقت ويكون بصحه جيده يا ربي امين. هذا الشيء بخصوص هذا الخبر اخوتي، كنتمنى تخليوا لي التعاليق ديالكم اسفل الفيديو. خليتكم على خير، مع السلامه.